الله الرحمن الرحيم. لقاء جديد بيجمعنا مع كتلين، وهذه المرة إن شاء الله حنقعد مع أسرة المتغيرات في كتلين. لغة البرمجة زيها زي اللغة الطبيعية، فيها مجموعة من الألفاظ ومجموعة من المحددات اللي بتخلينا نعرف إيش البيانات اللي إحنا حنحكيها، إيش أنواعها. يعني مثلا لما بتكلم أنا في الحياة العادية بتكلم عن أوزان بقول لك وزن كذا، بتكلم عن أسعار بقول لك سعر كذا، تمام؟ ممكن اديها صيغه دولار، اديها صيغه دينار او ما شابه. في لغه البرمجه برضه في مجموعه من انواع البيانات اللي بتخلينا نقدر نخزن الداتا تبعتنا فيها. فمثلا لو انا بدي اتكلم عن تخزين مثلا راتب موظف، تمام، فانا محتاج اخزن، محتاج اعرف مكان في الذاكره، هذا المكان يكون بحجم الراتب، يعني مثلا رقم صحيح، رقم عشري، تمام، لازم احدده اياه في البرنامج، وعلى اساس بعد كده اقدر اخزن فيه. لو عايز اخزن مثلا انواع البيانات اللي جاي اسمه عنوانه، هذا انواع نص لازم احدد انا في الذاكره، اقول له هبعت لك انا نص. هذا الشيء المتعارف عليه في لغات البرمجه بشكل عام. الجديد في لغه كوتلين انه لا، ممكن انت بس تقول لي انت عايز تخزن رقم وانا احدد لك النوع، عايز تخزن نص وانا احدد لك النوع، عايز تحدد رقم كبير احدد لك نوع كبير، عايز تحدد رقم صغير احدد لك رقم صغير. على كل الاحوال خلينا مع بعض كده نستعرض انواع البيانات اللي متاحه في لغه كوتلين. ما فيش اختلاف كبير عن اللغات الاخرى الا في اختلاف تقريبا واحد حنحدده ان شاء الله. اللغات او انواع البيانات الموجوده في كوتلين هي انواع الارقام الصحيحه والارقام العشريه والحروف والنصوص والشرطيه او اللي هي بنسميها احنا المنطقيه، تمام. هذه خمس انواع موجوده بشكل عام في كوتلين. وفي نوع اسمه anything، انه انت بتبعت له الداتا هو بيختار لها التايب تبعها، تمام. لان انواع البيانات حتى الرقم الصحيح، فاحنا في عندنا ارقام صحيحه بتكون صغيره وفي كبيره، في انواع. فاحنا هنلاقي مثلا عندك على الشاشه دلوقتي هنلاقي عندنا البايت حجمه بياخذ بس 1 بايت، بنلاقي مثلا الشورت بياخذ 2 بايت، بنلاقي الانتجر انت بياخذ 4 بايتس، نلاقي مثلا اللونج بياخذ 8 وهكذا. نفس الشيء هنلاقيه في العشري، هنلاقي في عندنا في العشري في دبل وفي فلوت نوعين، تمام. الدبل بياخذ 8 والفلوت بياخذ 4، موجود عندك على الشاشه الان. بينما الكار اللي هو كاركتر بياخذ 2 بايتس فقط، تمام. السترينج بياخذ اللي تدخلته قديش حجمه هو بيدي لك، الانيثينج برضه قديش، البوليان اللي هو المنطقي بياخذ 1 بايت لانه بياخذ 0 1 ترو فولس فقط، تمام. تعالوا مع بعض نشوف هذه الانواع احنا كيف ممكن نستخدمها. طبعا اهم شيء في هذه الانواع انه هي بتتعرف بحروف كابيتال، يعني الحرف الاول منها بيكون كابيتال. الان احنا لو بدنا ناخذ هذه البيانات كيف نتعرف عليها وكيف نتعامل معاها، كيف نستخدمها؟ بنستخدمها في تعريف المتغيرات. عشان كده احنا محتاجين اليوم او الان نعرف مع بعض كيف احنا بنعرف المتغيرات، تمام. تعريف المتغير هو ايش المتغير؟ المتغير هو عبارة عن مخزن او مكان انا في الذاكرة بأحطه بأحدده. هذا المكان بقول له انا عايز اخزن فيك انتجر، انا عايز اخزن فيك سترينج، انا عايز اخزن بوليان، تمام؟ وممكن اديله القيمة وقتها وممكن اديله القيمة بعدين. فتعالوا مع بعض نشوف كده على الكود. احنا فاتحين معانا كود البرنامج تبعنا اللي فتحناه من امبارح او من اللقاء الماضي هو الفيرست. وتعالوا مع بعض لو احنا عايزين نعرف متغير، في لتعريف المتغير في كلمه محدوده اسمها var، تمام. اسمها var. var معناها انه انا بدي اعرف متغير، وهذا المتغير بيقبل خلال البرنامج ان انا اغير قيمته مره ومرتين وعشرة وتبقى، تمام. var متغير، ممكن ادي له قيمه في الاول لكن هاي القيمه مسموح لي ان انا اغيرها بعد كده، تمام. بعد ما اغير ما احط انا اسم احط كلمه var بدي احط اسم المتغير وليكن نيم، تمام. طيب ايش نوعه؟ بدي احط انا نقطتين بالطريقه هذه وبدي اكتب النوع string، تمام. الان مسموح لي بعد ما اخلص هيك انا اقول له فاصله منقوطه او من غير فاصله منقوطه، يعني في كتله مسموح لك هيك ومسموح لك هيك، اوكي. طيب بعد ما اقول له كتله، بعد ما اقول له string بدي اقول له يساوي وبدي اعمل دبل كوتيشن، تمام. معلش هي نفس الاشكاليه امبارح، هنختار من هنا اللغه العربيه، هعمل دبل كوتيشن وهقول له مثلا محمود، تمام. هقول له محمود،
تمام كده. هو الان اخذ سترينج محمود حطه في كلمه محمود خزنها جوا الذاكره في متغير اسمه نيم. بقدر اعمل نفس العمليه هذه var ونيم بتساوي تمام نفس ال بتساوي مثلا علي تمام تساوي علي. الان هذه النيم طبعا نيم 1 عشان ما ينفعش يكون 2 تمام. الان في الاولى انا قلت له نوع المتغير عايزه سترينج، في الثانيه ما قلتلهوش عايزه سترينج، بس بعت له سترينج هو لوحده هياخد هيتعرف على النوع اللي انا بعته وبناء عليه يخزن او يحدد نوع الذاكره سترينج. الان نيم 1 عندي هنا فيش امكانيه بعد شويه اقول له والله نيم 1 نيم 1 بده يساوي مثلا 12 لانه خلاص صار متعرف عليه بقى قبل كده انه هو سترينج تمام. نفس الشيء بقيه المتغيرات. طيب الان في شيء في اللغات اسمه اللي هو الثابت، انه انا بدي اتعامل مع قيمه ثابته، هذه القيمه مش مسموح لي ان انا اغيرها بعد كده تمام. وهذا اللي احنا في لغه كوتلين بنعرفه من خلال متغير او الكيورد او الكلمه المحجوزه val. val يعني المتغير اللي بده يتعرف او الايدنتيفاير اللي بده يتعرف كمان شويه، هذا الايدنتيفاير ثابت ممنوع قيمته تتغير خلال البرنامج تمام. يعني قلت له انا val قلت له مثلا اكس بتساوي مثلا 10 تمام. كده انا عرفت اكس من نوع انتجر، طبعا ما قلتلوش انتجر، قلنا قبل شويه انه لو انا ما قلتش له النوع هو هيعمله، لو عايز النوع هعمل له نقطتين واقول له ايه؟ انت تمام؟ والناس اللي اخذت جافا بدنا ننتبه الان انه المتغيرات انواع البيانات كابيتال مش سمول زي لغات الجافا وما شابه. واضح؟ هيك انا بكون غيرت فال. الان لو انا اجيت الاكس هذه عايز اغير رقمها لانه انا عايز اطبع هاي جمله طباعه تمام، هي برنت وفتحنا الاقواس وقلنا له اطبع لي نيم تمام. ايه ما فيش مشكله، هي رن اوكي، هي رن وحيطبع لي كلمه النيم. ايش النيم موجود فيها؟ موجود فيها محمود، حيطبع لي محمود اوكي. تمام. الان لو انا جيت بعد شويه هسيبه انا يعمل رن براحته، لو انا جيت قلت بدي الاكس عايزها بتساوي تمام، عايز الاكس بتساوي مثلا 15 مش هيسمح لي. هي طبعا هنا محمود تمام، لو بنلاحظ طبع هلو كوتلين محمود رفيع بعدين محمود مباشره بعد الجمله اللي فوق طبعها لانه انا عامل برنت، هناخذ كمان شويه كده انا اخليه يبقى في سطرين طبعا. طيب لو انا الان قلت له هاي الاكس صارت 15 وقلت له رن لو سمحت، هنشوف هل حيرضى انه انا الاكس اديها قيمه ثانيه تمام؟ لا مش حيرضى، الاصل انه مش حيرضى لانه هو رقم ثابت، انا قلت له val يعني رقم ثابت تمام؟ وهذه هي الفارق، هذا هو هنا قال لك val cannot be reassigned، ما بينفع ان احنا نديها قيمه جديده تمام؟ اذا انا ما تلزمني ان انا احطها. هذا الفارق او هذا طريقه تعريف المتغيرات في كوتلين بالفال وبالفار. الفار قلنا لا قيمه متغيره والفال لا قيمه ثابته انا مش عايزها تتغير، وقلنا احنا الانواع. بضل حاجه واحده فقط، لو انا عايز اعرف متغير من نوع فلوت تمام او من نوع دبل ومش عايز اكتب الاسم وانا عايز اقول له مثلا فال وهي قلت له واي بدها تساوي 1.2. الان 1.2 هذه هل انا عايزها دبل او عايزها فلوت؟ لو انا عايز احدد فلوت بقول له اف، لو شلت اف هيتعامل معاها انه هي دبل هيديها هيحجز لها مساحه دبل تمام. نفس الشيء لموضوع الانتجر واللونج، لو انا عايز اللونج عايز اعمل فار تمام زد بتساوي مثلا 546 وعايزه يخزنها كلونج مش كانتجر بدي احط حرف ال كابيتال جنبها بالطريقه هذه تمام. هذا انا عايز اعمل الانواع فلوت او دبل. بكده احنا بنكون اخذنا مع بعض انواع المتغيرات. ان شاء الله في اللقاء الجاي هنتكلم عن جمل الاخراج
او جمل الطباعه، وبعديها حناخد ان شاء الله برنامج او بروجكت جديد نجمع فيه اللي تعلمناه في الداتا تايز مع اللي تعلمناه في جمل الاخراج. ارجو ان يكون الشروحات واضحه، وبنستنى منكم تعليقاتكم سواء على قناتي التعليميه الموجوده رابطها او على قناه الكليه التعليميه. بنستنى نشوف تعليقاتكم وبننتظر ارائكم، وان شاء الله بنكمل مع بعض السلسله لغايه ما نسير على درايه كويسه بكوتلين. يعطيكم العافيه والى اللقاء.